مرحبا بكم وإلى نشرة أخبار جديدة من قناة 29 أكتوبر، ونبدأها بالعناوين. تنديد عالمي واسع النطاق لاغتيال الصحفية شيرين أبو عقلة، ومطالبات دولية بتحقيق شفاف ومستقل، وتقارير إسرائيلية متضاربة تكشف مدى كذب ووقاحة إسرائيل. السلطة الفلسطينية ترفض تسليم إسرائيل الرصاصة التي اخترقت رأس الصحفية شيرين، وإسرائيل ترفض تحميلها مسؤولية عملية الاغتيال. بروكسل تعتبر روسيا أكبر مهدد للنظام العالمي، وتحذير من خطر مجاعة عالمية. تعاون بين شرطة عدة دول أوروبية يؤدي إلى سحق عصابة كبيرة ومنظمة من مهربي البشر، والقائد يهرب بعد أن تم القبض عليه. ابن يقتل أمه أولا ثم ينتحر في بناء يعيش فيه العديد من ضباط الشرطة في فيينا.